رحبوا معي بدكتور يحيى الفخراني. مساء الخير عليكم جميعا. أنا مش هتكلم المرة دي على المهرجان لأنه هو في وقته إن شاء الله يوم 24 أكيد ربنا هيلهمني أقول إيه يعني، لأنه هو كل حاجة معروفة عن مهرجان الدراما. لكن هو الأهم دلوقتي إن أنا بما إن ده مؤتمر صحفي والصحفيين موجودين، فعايز أقول لهم حاجة مهمة جدا، إن أنا بعتبر الصحافة شريك أساسي في إنجاح وتصحيح المسيرة الفنية عموما، بشرط إن يكون في صدق ولا مجاملة، والهدف الرئيسي هو ازدهار الفن الدراما سواء دراما أو سينما أو ما خلافه. احنا كنا نسمع زمان على فكرة إن الممثلين كانوا لما يعملوا العرض المسرحي يقعدوا يسهروا طول الليل لغاية ما يشوفوا الجرايد الصبح، ده زمان. فقد إيه كانت الجرايد دي مهمة بالنسبة لهم لأن بتقول الحقيقة. للأسف الشديد حصل يعني حصل مجاملات وناس بوظت المهنة بشكل أو بآخر. أنا أرجو، لأن ده أساسي، فأنا بأرجو الصحفيين وهم موجودين معنا الحيادية التامة والإيجابية. يعني مش إيجابية إنك تقول إن العمل ده كويس ولا وحش، لكن لا، تقول بصدق ده إيه. لأن الحقيقة أنت لو اعتمدت 100% على رأي الجمهور ممكن ما يبقاش 100% مفيد بالنسبة للفنان، لأنه أوقات حسب الجمهور شكله إيه، وحسب أنت بقى عايز توصل بإيه للعمل الفني، عايز تعليه ولا عايز تمشي وراء ذوق الجمهور اللي قد يكون في بعض الأحيان مش يعني مش عايز طبعا عشان يعني أقلل من رأي الجمهور. عشان كده في المهرجان السنة دي عملنا جايزتين، جايزة لين التحكيم وأيضا جايزة للجمهور، إنه يقدر الجمهور عمل جماهيري ياخد جايزة، لأنه ده مش قليل برضه. بس أنا مش عايز يعني أخد من وقتكم، لكن أنا هسيب أنتوا اللي تاخدوني والأسئلة بتاعتكم تلهمني إن الواحد يتكلم في إيه صح يعني، ونفيد كلنا الدراما المصرية إن شاء الله. تفضلوا.